السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف ازاي تتعامل مع الارقام في البايثون. تيجي هنا وتقول له انا عايز السكريبت الاديتور البايثون سكريبت، او تيجي هنا وتقول له انا عايز بايثون سكريبت. طيب لو جينا هنا وقلنا له احنا عايزين هنا الواي بتساوي تمام 5/2، قلنا له هنا الاوتبوت بتاعي الواي تمام. يجي هنا تلاقي الاول بتاعي 2 تمام. طب ايه اللي حصل؟ هو انا اعتبر الارقام نوعين، في انتجر يبقى دي ارقام صحيحه موجب وسالب، يعني سالب 1 سالب 2 سالب 3، بس ما بيهتمش بكسور. طب لو عايز اخليه يهتم بكسور مجرد بس اقول له 2.0، هي ما اختلفتش كتير، هي برضو 2 تمام، بس هو كده هيبدا يعملها اللي يخلي الواي دي دبل بحيث ان يبقى فيها موضوع كسور 3.5. تقدر تعمل عمليات حسابية كتيرة بنفس الشكل، اقول له مثلا اكس هتساوي مثلا 6/5، واقول له اطبع لي الواي واطبع لي معاها الاكس. تيجي هنا هتلاقي ليست فيها الواي والاكس تمام. طيب ممكن تحط في قلب اقواس، خلينا نضيف عملية زائد. هو بيشتغل زي العادي، هيضرب 5 في 6، يعني المقدمة للحاجات اللي فيها أقواس، يعني لو حاجة بره القوس جوه القوس يخلص الأول، بعد كده يعتبر رقم واحد يتعامل مع الحاجات اللي بره القوس. يعني لو قلت له ناقص 8 هيبدأ أول حاجة اللي هو يشوف الحاجات اللي جوه القوس، وأول حاجة في القوس اللي هي الضرب والاسم الأول، بعد كده يشوف علامة الزائد والنقص. لما يخلص قوس يبدأ يشوف اللي بره القوس. ممكن تقول له مثلا ان بدل دوت انا عايز مثلا 5 والعلامة ديت 3. دي معناها ايه؟ بيقسم ويشوف الفرق كام ويبدأ يحط تمام. يعني يشوف 3 دي فيها كام كام 3 فيها واحدة بس ويبقى لي 2، يشوف الباقي. يعني لو قلت له هنا 6 يطلع بزيرو، لو قلت له 8 يشوف المتبقي من عملية القسمة. ممكن تقول له عايزين مثلا العلامة مثلا في في، دي معناها 8 في 8 في 8 اللي هي العلامة ديت. ولو انت عايز تعمل عملية تقريب ممكن تقول له اعمل لي راوند، وتبدأ تديله مثلا الحاجة اللي انت عايزها 3 بوينت، أو تديله عملية حسابية، وبعد كده تقول له أنا عايز أقرب مثلا لأقرب 1 تمام. طب أقرب 2 كسر، يعني علامة 2 على 2 بالشكل ده. طب مش عايز علامة 10 خالص، يبقى أقرب 0، يروح لغي لك كل الحاجات العشرية. وممكن نقول له اعمل لنا تشيك إذا كانت الحاجة ديت صح ولا غلط. يعني هقول له مثلا هعمل متغير اسمه تشيك، ده ممكن تكتب اي كلمه غير تشيك، تشيك 01 مثلا تمام، بتساوي وهديله رقم معين، وليكن مثلا المتغير مثلا اللي هو الواي، الواي بيساوي 2.5، فهقول له هل الواي واديله 2/2 على بتساوي، هل ده بيساوي 2.5 ولا لا رن تمام. لسه اقول له بقى تشيك 1، اقول له هو ده اللي هيطلع لك في الاوتبوت، ده العلامة ترو. طيب لو خليتها 2.6 ران تطلع علامة فولس، ده بعمل تشيك. لما احط له 2 علامة يساوي يبقى هو بيعمل تشيك اذا كان القيمة دي صح ولا